يا حبيبي منور ابو فؤاد، سايق فيها السلطه اليوم فيها عرضه، وزي اللي ماكل بلطه بالظاهر جلطه. هاي فادي، هاو سكول؟ ما اعرفش بصراحه، ما رحتش اليوم. ليش هيك عم تقول؟ What happened؟ شو صار؟ والله مو عارف يا جولي شو احكي لك، يعني انت الوحيد اللي ممكن تفهميني بصراحه. اهلي يا جولي، اهلي، اخواني، امي وابوي، فيروز، ما حدا عم بدعمني. نفسي اوصل لحلمي، نفسي اصير لاعب كره قدم محترف، ما حدا عم بدعمني. كل ما اقول لهم عن فوتبول بيحكوا لي روح نخم. نو فاري نو، لازم تلحق حلمك وين ما كان، حتى لو كان بالهند. لا ولك، شو الهند؟ مش لهالدرجة انت ثانية. الهند اصلا ما يعرفوش يلعبوا طابع، يعني عندهم هاي اللعبة اللي زي الجولف بس بمعالق، انت فاهمه كيف؟ انا نفسي اروح اوروبا، هناك اللعيبة على اصولها. بتعرف انه بامريكا عم يلعبوا فوتبول بس اسمها سوكر؟ ليه ما تجرب حظك هناك؟ لانه بيوروب اصلا ناس شايفين حالهم، جرب حظك، ما بتعرف شو بيصير. صراحة يعني ممكن اروح امريكا بس انجليزياتي على قدي، يعني كبيري كبيري، هلو هاو ار يو تيتشر، هاي الشغلات. انا طيب، انا رح اعلمك انجلش كل يوم مشان تصير شاطر، شو رايك؟ اوكي، بصير اتخوت على فريد وفؤاد اتفلسف عليهم. خلص موافق؟ موافق. يس، يلا كو. ها بشر. طبعا بدي بشر. الحمد لله الشرطة مسكوا الحرامي اللي عندي في المستودع أشرف، اللي سرق البضاعة، مسكوه وهو ببيع فيها بسوق الحرامية. سوق للحرامية؟ عزين كرود، ما الحكومة بتكون بدها تزقط الحرامية بدل ما تحبسهم بترخص لهم سوق. عجيب. الحمد لله مال حلال، وربي الحمد لله ما بدي يبهدلني أكبر. خليني أقوم ارتاح شوي لأنه مهدود حيلي من السين ونجيب. طب والمصاري؟ ها؟ كبرت عزك المصاري لخدتين. المصاري أعطيتني للمحامي. ياك شالت يا صفية، راح تعبك هباء منثورة. كبر عزو وين راح هذا الزلمة؟ اسمعني جاي، أنا هسا هاي المرة مركت لك إياها لأنك مبتدئ في الشغل، يعني KGT1 في الشغل الحر. بس من هسا وطالع أنا اللي بدي لك شغل، بدي لك شغل فيش فيه مناصب قيادية ولا ثكنات عسكرية ولا حتى مأمور مخسم. بدي لك شغلة الشرطي ما يمرش من جنبها بتاتا. شوكولات؟ ماشي، لاقي أي شغل. شو ما لقيت، المهم لاقي شغل عبين ما يجيني طلب هجرة. خليني أحط راسي ونام للصبح وأنا في المخفر. كبر عزو، كبر عزو، بدي نام الصبح. ياك شغلة صفية، هذا مخه رندل على الآخر، الهجرة نحست له أكله. لا يا صفية، مش لازم تمرك الموضوع هذا، لازم تكوي كلبك وتطلعي له الترت الأحمر. ألو، كيف حالك؟ أنا صفية فؤاد. كيف حالك؟ إن شاء الله مليحة. كيف عطوفته والولاد؟ يا ربي، والله كتير لازمني. فيروز طمنيني، اجى ابوكي؟ اجى، هي جوا نايم. فادي تعال. لما الواحد يكون مزنوق طفران وكتير محتاج شغله، شو المفروض يعمل؟ هلا من ناحيه مزنوقه، احنا كلنا مزنوقين، يعني مش اشي جديد. بس بيحكي لي بايش بقدر اساعدك، يعني فضفضي. محتاجه بوت، محتاجه تيشيرت، محتاجه طابه، فضفضي. طابه يا كزعه؟ مزنوقه بهيكل عظمي. هيكل شو؟ هيكل عظمي ولك للتدريب. طب طولي بالك وتنسيش اني اخوك. ها، يعني بدي اصوم وافطر على بصله؟ طمنتيني، منيح اني بصله طيب. طب خلينا اساعدك انا. هلا من ناحيه فؤاد، فؤاد فش في عنده عظم طبعا، كله لحم ودهن وشحم، فبنصحكيش فيه. فريد عظمه قاسي مش للاكل. ولك انا بقول لك بدي اطبخه، بدي اياه للتدريب. معناته مالك الا جولي. للتدريب مش للثار. و
والله يابا ابوك كان ناوي ينظف البلد من الحربيه وقوى الفساد مشان اثبت انه في عندنا قيادات مسؤوله قادره على تحمل المسؤوليه وقياده المرحله، بس للاسف قوى الشد العكسي والفساد تامروا علي ودسولي هذا اشرف الحرامي مشان يشوفوا تاريخي ومشروعي التاريخي في تنظيف البلد وتطهيرها عن جنب الطرف. بس ما زبطت معي. انت ولد شو ناوي تسوي لما تكبر؟ انا يابا؟ وقف 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 اشوف وقف وقف سد ظهره لف اشوف لف لف اثبت ارفع راسك صدرك لفوق اضرب لي السلام اشوف هذا هو لقيتها يابا. انت مشروعي المستقبلي، انت الامل المنشود، انت السياسي المحنك اللي رايح يقود المرحله القادمه. اسمع يابا، بدك تسمع كلمتي من اليوم وطالع، بدك تبدا تشتغل على حالك وتبدا تدرس سياسه. انا يابا لا بنفع للسياسه ولا بحبها ولا هي بتحبني، انا اصلا بس بدي سياسه لاطلع من كل هذا الموضوع. فبالله عليك يابا انساني، انا اصلا مش شغل هاي الشغلات، انا بدي اصير لاعب كره قدم محترف، اشوط الطابه وين ما تيجي، ما انت بتعرفني سفاح يابا. فبالله عليك انساني. سفاح وطابة ميلي ميلي بالوجه مثل قاع الكيلي، اقلب من وجهي اقلب شي. يا صفية، يعني لو وفرنا هنا شوية طفينا الإضوية قبل بساعة والغسالة شغلناها مرة في الأسبوع والكيزر لو شغلناه للعمام مرة في الأسبوع. لا يا صفية كبرت عزيج، مرة في الأسبوع يتحمموا هم ناقصهم الأولاد ما يمم عفنين خلكة. هاي أمه رجعت؟ أبوك هيو جوا يمه، أبوك جوا قاعد مبحط وبسوي اتصالات، كان يهاجر على موزمبيق بس عنده مشكلة معهم، كان اللغة لا بيحكوا لا عربي ولا انكليزي. كبرت عزك انت عن مين سألت ولا؟ يوم عن جولي، من ساعتين بستنى وما رجعت لهسه. وليش تسأل عن جولي؟ شو بدك فيها؟ بستنى أشوف أخرتها معها، قصدي يعني يوم هي دائماً ما بتتأخرش عن مواعيدها، وين راحت؟ أنا بعتها في مهمة قاهرة ودقيقة وحاسمة، إن شاء الله تغيب وترجع بالغنايم. غنايم؟ يا حبيبي يوم اللي يكون ودتي تسطو على بنك ولا إشي، ترى أنا قلبي مش مريحني، شايفك من الصبح بتعدي وبتحسبي وبتنقصي وبتزيدي وجيزر ومش جيزر. كبر عز الدب الله كرمك. عينك فيهن. ليه وين جولي؟ ولد فيروز كبرت عزيج، ولد الجيران سمعوا حسي وانا بنادي عليك. نعم يا ماما، ايش بدك؟ عزة مالك ولي خير؟ شو في مالك مبرطمه يا ماما؟ بدي الهيكل العظمي للامتحان. هيكل عظمي؟ هيكل عظمي ما غيره اللي عند شل الناس، ما عدا عند ستة شاجر. ليش؟ ما هي من الرحويات يا ماما. ايوه مثله يعني، هو ضروري وملح على كل فريد؟ ضروري وملح جدا. خلص تاهت ولكناها. عن جد؟ لا ما تفكر هلا زي فادي ولد. انا بقول قصدي يعني تلكينش وحده من صحباتك اللي عندها هذا المكركد اللي بتقولي عنه وتروح تدرسي عندها. لا طبعا، تخيلي احكي لهم اني مش قادره اشتري واحد بعد ما شافوني ساكنه بهذا البيت وهاي الحاره. طبعا لا. عزيين ليش نفخة حالك ولي؟ هذه زي اللي بتتباهى بشعر بنت خالتها. اسمعي ولي مش فضيلك، انا شوفي ليش واحد من اخوانك ودرسي عليه. يا ربي يا ربي معقول انا مخليك حسن صبي؟ البنات بطل من فستان مكياج ام هيكل عظمي؟ كبرت عزيت هي دكترة ولا مسلخ الامانة؟ تعالي جاي، وين كاينة؟ ومع مين كاينة؟ ليش تأخرتي لهلا؟ اكسكيوز مي، وشو دخلك أنت؟ شو اللي شو دخلني؟ أنا واحد من هالبيت ولازم نحافظ عليه، وهذا البيت له عاداته وتقاليده، أنت لوين هسا باقي؟ لا، أكيد أنت جنيت. أنا اللي جنيت، أنا بدي أرضيكي الزرور على صوله، وها؟
وهي بسببك تدمر الدار. أمي إجت؟ أنا كنت بمشوار صفية اللي باتتني عليه، ما تحكي معي هيك. ماشي يا أختي، كنت بمشوار ساعة ساعتين ثلاثة، ماشي ما اختلفنا، أما أربع ساعات وخمسة وأربعين دقيقة وين كاينة؟ Are you counting now؟ بالله you're counting now. Are you what? Fuad, what happened? Safiya, are you okay? I'm sorry. Guys, with the ambulance. Guys, are you okay? I'm sorry. I'm so sorry. No. Fuad, شو مال اسمك؟ اتحجب، مش شايفه مربوط؟ اكسيدنت على قولة جولي، بس الحمد لله الامور طيبة. ولا فادي؟ اذا مش بدك اسمع، بدي اياك تيجي معي على المطعم. خلص انا قررت اعطيك فرصة عمرك انك تصير شيف عظيم زيي. بديش اصير شيف عظيم زيك، انا بدي اصير لاعب محترف كرة قدم، وبحبش الاكل واكلك مش زاكي. فاد فكك منه، حاولت معه قبلك وما زبط، عرضت عليه فوت معي بالحراك. تخيل رفض يفوت معي بالحراك يا فؤاد. في حد برفض الحراك؟ هذا الطابع لحس مخ. وانا اللي بدي اعطيه فرصة عمره قال، وانت بتحفر من وراي لإله؟ انا بدي اصير لاعب كرة قدم، يعني بدي اصير لاعب كرة قدم. وين امي؟ جعان انا يما جعان. الله يكرمهم اولادي، ولا ما لا يشحروني من سوق الحرامية، ما حدا فيهم كابل يودي كيس هالزباق. رحمن الرحيم، هذا عيني كروت مينها ميت. يا كشالة يا صفية ميت. الناس بتلاقي ذهب، بتلاقي مصاري، أنا بلاقي ميت. أكيد الحكومة رح تتهمنا بقتله، مع أنه سياسة التشجيع والإهمال خلت واحد مثله يتسول ويموت على باب بيتنا. يابا أنا على البدري بحكي لك، شوف لك محامي. ما حدا يجيب لي سلسلة المحامية، اوعى حد يجيب لي سيرة المحامية. بل عن سنسفيل اهله برتكب جريمها. يا كشالة صفية، لبس حاله جريمة، الحلفان والجثة راح ابو فوكش، راح فيها اعدام. ولك يا صار، ما هي هذه جريمة؟ جريمة شو بدك تمشينها جريمة؟ هذا ميت لقيناه. يابا انا بقترح احنا نسحبه ونطبخه، وعفوا نسحبه ونرميه ونزته بالشارع وخلص، يا دار ما دخلك شر. او ماي جاد، انت مش طب، يور نوت نورمال، مش طبيعي، مش معقول. لو تسمع فيك اليو ان شو عم تحكي ليحطوك بالسجن، هذا امتهان لحقوق الانسان، يعني هيومن رايت فايليشن. كيف عم تحكي على جثه هومليس بيرسون هيك؟ مش معي شو رجل برزن ومش برزن، ايه الدعاء يا عمي؟ مالكم يا مبادر بالرواق الشغلي؟ هسه المهم شو بدنا نسوي؟ انا بقول اترام الميت، دفنوه وصلوا عليه صلاة الجنازة، يعني حرام اختيه. يابا يما بسرعة الحقوا فيروز، اغمى عليها، الحقوها. كبرت عزك الحق الكروطة. فيروز عن جد خايفة، it's a dead body، يعني واحد خلص مات. What's he gonna do to you؟ شو بده يسوي لك؟ بتعرفي ايش عبالي؟ واحد ينسون، بيحكوا انه بنسي. Oh my god فيروز، شوي forget الهبل تبعك and focus. كومي جهزي هدتك ويلا معي. اجت والله جابها. ايش هي؟ Oh my god، انتي دكتور and you need to practice, okay? في dead body برا، كومي جيب عدتك وروحي قبل ما تيجي الشرطة اتدربي على الجثة. مش عارف كيف جاي نوم، كبرت عزك كيف جايك نوم وفي دار جثة؟ شو يعني جثة؟ خلص الصباح رباح بندبرها. يا كشالة يا صفية، تكون اللي في الدار بسي، كبرت عزك هذه جثة، قومي دفنها وين؟ قومي دفنها قبل ما تخرب وتطلع ريحتها. تخرب في صينية كفتة بقدونس وبصل، وعليه كيف بدنا ندفنها وكيف بدنا نحملها؟ احنا في عندنا سيارة نوديها. عند صفية الخبر اليقين، هاي مفتاح السيارة. عقولتك زين قرود، سيارة؟ ما هي هذه المفاجأة اللي وديت جولي تجيبها. أنا لقيت لك شغل جديد.
شغل شو الشغل؟ شوفير تاكسي وهي مفتاحه. شو؟ ياك شارت شو صفية صار عندك جثتين في الدار. هنين يا حبيبي كرد يسحبك. يلا فيروز اقطعي هان هان عند القفص الصدري هان. ما تخافي اذا اشي خرب انا بخيط لك اياه. يلا. لا 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 فيروز لازم تتعودي على البلود والديد باريز. بديش. طبعا ايش بده يطلع من الرأسمالية والإمبريالية حتى الميت ما يخلص منكم. يا جماعة الخير والله العظيم هذا الزلمة كان رياضي ورشيق وعنده لياقة. انا عارف انا بعرف باي الشغلات كثير. خلص بعد مصير هالزلمة قررت ابطل رياضي خلص. ها ها شو لا انت وياه بدي اصير نجم عالمي انا. لا عاد نطمن طم واسكت. بسم الله فؤاد فريد فادي خلينا نحمله وندفنه ونهرب قصدي نصلي عليه. امان الله تدفنه شوي شوي وحسب الشرع. حرام خطي ابن الناس يكشل امه. يلا شيلوه خلينا نروح ندفنه المقبره قريب. مقبره مين يا جماعه الخير؟ انا بخاف والله بخاف ما بدي مقبره. وقف تعال ويلكم تعال عزياني كرون. هذول خافوا من سيرة المقبرة وما خافوش من ميت اللي قاعد في الدار. وانت يا سبعي شو كلت؟ تشيلوه تدفنوه؟ كبرت عزة قوي كلبك يتخافيش تشيلنا لها دايما الله وحدوه. لا اله الا هو. يا ما تحنكش ويا ما تفنكش ويا ما وكي على دي يا ما ناموا هاي مكان يا ويلي امو علي. صفية عيدي بدي اصورك كتير حلو بتغني. لك شالة صفية عزياني كرود ناسف هناها وناسف عزاها. شو رايش تخذيني سيلفي مع الجثة؟ وانت الاخري شو قاعد تستنى تستنى الصورة؟ انا بقول انه ندفنه في نص الليل بتكون الشوارع هادي وفيش ازمة احسن. كبرت عزك وشغلك الصبح تتأخر عليه. أي شغل؟ لا إله إلا الله. كبرت عزك التاكسي. تاكسي وشغل فين المتريح؟ عليهم يا ربع الهمات عليهم عليهم عليهم. شو عليهم؟ إحنا رايحين حرر القدس. معلش تواخذنيش والله منظرتش محمسني. هيا آخرتها أنا فريد أدفن بإيدي نتائج سياسة الحكومة. يلا عاد انتوا أصلا مش متعودين على هاي القصص. لو تركتوا لي الموضوع كان هسه زمانه مدفون وبتحاسب كمان. مش معقول انت عن جد مش خايف؟ ولك الخوف لما يشوفني بغير طريقه. وبعدين أنا برقبتي في كثير. قصده ديون. اي بس ولا انت وياه خلاص عزياني كرود مين سرق الجثة؟ وين الميت؟ ورجم يا أولاد وين راحت الجثة؟ مين سرقها؟ فتشوا مليح فتشوا مليح بلاش حدا يتهمنا فيه. يا كشالة صفية اطلبوا الشرطة هالسعيات اطلبوا الشرطة. شو خير سرقت الجثة؟ وانت سادك الجثة اللي سرقتنا. شو؟ الجثة طلعت حرامي تشوش على المصريات اللي جوا وفتشح فتشح؟ فتشح يا حبيبي يا حبيبي منور ابو فؤاد. سايق فيها السلطه اليوم فيها عرضه ورزي اللي ماكل بلطه يا خجيب للشرطه. شو بدك تسوي هسه كلهم؟